صوم وإحسان مدى الأوقات. قال الله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ذكر ابن كثير في البداية والنهاية واصفا حال عروة بن الزبير الزاهد، وهو من فقهاء المدينة وممن عرفوا بالإكثار من قراءة القرآن. كان يقرأ ربع القرآن كل يوم في المصحف في النهار ثم يقوم به في الليل، وكان يقرأ بمعدل نصف القرآن في يومه وليلته، وما تركه إلا ليلة واحدة حينما قطعت رجله في سفرته المعروفة حينما ذهب إلى الشام. وذكر عن عبد الرحمن بن مهدي أن ورده كل ليلة طوال السنة نصف القرآن. قال أنس رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. وعبادة بالليل في غسق الدجى شوقا إلى الرحمن والجنات. يا ليتنا نحظى بعطر حديثهم، فحديثهم من أطيب النفحات. أو أن نسير على خطى أفعالهم حتى نعيش بعزة وثبات.